صباح الخير، احنا في حلقة جديدة النهاردة من كريزي وومن، وقررت اني انزل انصب على الناس. هنحاول ننصب بس بطريقة ما تبانش انها نصبايا، وان شاء الله بإذن الله ما يحسوش بيها. خلينا نشوف. ايوه، صباح الخير. صباح الخير استاذ اسلام، مش كده؟ بالظبط كده. رايح فين؟ لا انا رايح التجمع. تجمع بعيد قوي، ليه؟ انت شغلك فين؟ ما هو شغلي في التجمع هناك برضه في نفس المنطقه. بس بعيد على حضرتك جدا يعني. ما عادي، ما واخد كل يوم كده من هنا لهناك، ده صعب. شفت الفرادة؟ بس انا واخد عليها يعني عادي. بس انت لغتك مش من هنا، مش قاهري يعني. لا لا لا، انا مش من هنا. منين بقى؟ يعني من كفر الشيخ. احسن ناس. الله يصلح حالك. احسن ناس. بس عايش هنا بقى فتره يعني. حضرتك خريج ايه بقى؟ أنا خريج زراعة. مهندس زراعي يعني. بالظبط. ايه اهتمامات حضرتك بقى في الحياة؟ والله حضرتك أنا مهتم بكذا حاجة، وما أي نعمة بيجوش بس مهتم بيهم على ما ربنا يفرجها. فاهماني؟ حضرتك سايبها كده يعني. طبعًا، هي لو ما سبتهاش هي مش هتسيبني في حالي. فلازم أسيبها، فاهماني؟ فهمت. يعني أنت بس كل قلقك من الدنيا دي؟ طبعًا، بس عادي القلق فترة بتروح معايا. ويعني فاهمة؟ أنا عكسك تمامًا. انا احب جدا اساعد الناس. انت جدا يعني؟ انا لو اخر حاجه في حياتي هعملها ان انا اساعد الشخص اللي قدامي ده، اعملها. باين اساعده عليك. باين عليك، عشان كده هتودينا متاخر النهارده. اقول بايدي، ما بص، في الطريق مش ماشي اصلا، مش في عربيه قدامنا ما بتتحركش جامد. انت مش راضي، انت ماسكه على الاولان، انت في ايه؟ مش عارف والله. ما لا مفيش تاني. التالت اوتوماتيك، مفيش اولاني. انت استنت على ده من صغرك ولا ايه؟ لا لا بالراحه يا استاذ، حاجه داخل فيا جامد والله. خلاص عشان الشغل، عشان اكل العيش. بس تقولي مش عارف ايه؟ عارف، لولا اكل العيش واحد ما كانش قابل اشكال حضرتك والله العظيم. برضه اشكال حضرتك يعني، قصدي الناس اللي شبه حضرتك. على سن شكلك حلو اصلا يعني. الحمد لله يعني. الحمد لله يا ابو من. بس الكلب يا خبر الكلب. هتبقى بني ادمين وهي بنات. بني ادمين. انا جيت جنبك يا بيه، في ايه؟ حضرتك قرفان ليه؟ انا قرفان ان انا هتاخر. وانا عملت لك حاجه يا استاذ. اللي هو طبيعي. انت اصلا يعني انت عادي بالنسبه لك اليوم. انا الدقيقه بتفرق معايا. ما يبقى عادي اليوم، انا اتضايق ليه؟ انت اللي حاضر. حاضر بس. ايه ده؟ شيبو. ازيك؟ عامل ايه؟ رايح فين؟ ازيك عامل ايه؟ انا ايه ده؟ معايا شيكو من مصلحة؟ طب اركب اوصلكوا. بجد؟ والله. نوصلكوا، انا هتأخر انا كده. ما في طريقنا، في طريقنا. طريق ده ارطم ده، مين ده ارطم ده؟ عارف عارف يورو؟ ميرسي ميرسي يا فطوم. ايه ده؟ ده المترجم اللي قدامك ده اللي انت مستقل بيه، ده الوحيد اللي بيتكلم بسخستاني في مصر. ارطم ده؟ في ايه؟ عامله ايه فاطمه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله يا شيبو، انت ميرسي قوي قوي قوي. العفو عليك. هادي بقى تورك بركه استبركه. دو شربتك ايه؟ جون بيكن انت ما تلمعت. ها؟ ايه ولا حاجه، بيقول لك الف شكر ان انت وقفتي لينا، لان طبعا ما كنا مش لاقيين عربيات. انا هو في يوم وقفه حالي. يا استاذ ده في طريقنا يا استاذ. يعني وبعدين مصلحه حضرتك اللي هيطلع من مشوارك كان 50 60 جنيه، خليهم لك وانزل اخر الشارع، انما ده راجل هيدفع بالعمله. هيدوك باليورو يعني؟ شورك متا هيت شورك باسانتي. ده بيقول ان انت شبه حبيبته باسانتي، ده بيحبها وكل شويه يغني لها. بجد؟ الله. بس انا ممكن اغني له للصبح بس يعبرني. لا ما تلاقيش. تمام، انت بتشوف المواهب هنا يعني ولا ايه؟ ما تشد يا استاذه شويه. بقول لك ايه؟ عايز اقول لك الراجل ده اصلا جاي هنا في مهمه شبه سريه. ازاي؟ ما بسالش يعني؟ اي لحد. مهمه سريه، مهمه يعني مش هينفع اقول لك عليها. بس الراجل ده على فكره يا عم، وفر مهمتك لحالك وانت يا استاذ شد يا بي شويه. يا بي يا بي، لو مش هتفضل انا عايز اسمع، عشان هنا في جاي مصلحه. لو مش هتسكت عشان اسمع المصلحه انزل هنا. مصلحه انت هتقلبي الدنيا معاهم انت يا عم. استنى زي ما انا، المهم في عمله جاي. عايز اسمع يا عم. استنى يا عم، انت قال ليه؟ اصبر انت. مش عارف مصلحه. مصلحه ايه ده؟ مش عايز مصلحه انت كمان. استنى، انت هو بيشتم ولا ايه يا عم؟ اسمعني. ايه يا شهاب؟ اقول لك على حاجه قد كده. شايفه ده؟ ده ايه ده؟ كدب لي قد كده. بصي بقى قد ايه؟ ايه ده؟ وريني كده اهو. لا لا فظيع. وانت شايف قد كده؟ معكيش اي حاجه؟ مخرب بيتك يا شيخ. معكيش اي حاجه كده؟ ممكن نديها له يعمل لك بيها نوع حاجه. معايا عربيه يقلبها لي نوري. قالك بقى دي عربيتين ريستو كيبه شوز باك هاد هيك. دي بقى هي ناي
لا بيقول لك ما ينفعش. بيقول لك عايز حاجه صغيره فسخستان يا عم. ايه انت مش من هنا؟ لا يا ده مش فاكرش تشستر ما نايم. انت فسخستاني. انا بقى كده ده 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 دماغه دي هتخبطك خبطه دلوقتي إيه؟ لو ما سكتتش خلي يومك وانت سكت خالص عشان يومك يعدي. يا عم استنى انت بتقولي في سخستاني في سخستونو ايه ده ارطم انت دلوقتي. اسمع اسمع ارطم شهاب انت لو تعرف مين الراجل اللي جنبي ده انت مش تعمل التاني. مين شغال في شؤون الطلبه يعني؟ مين الراجل اللي جنبك؟ طب انا هعرفك مين الراجل. انا مش عايز اعرفك. بقول لك ايه معاكي اي حاجه شكلي مش هعرفك. اه معايا دبلتي. هاتي الدبله دي بس خلي بالك احسن جوزي يقلب الدنيا. لا اجري ابرك ابرك على الزبده ده هبا. شكرا. شو سبايدر كوري ماي قول بالاستيم باش شو سبيريت توب. اه يا نهار ابيض بس هيك شرب بقى ايه؟ كوري التنبور. بشرب شوربة زبادي ولا مين؟ كوري التنبور. يس قارب كيس ايه التنبور ده؟ بصي بقى اه انت الخير جاكي والله العظيم. قول والله. بقول لك ايه افتحي التابلو بعد اذنك بص رجلك كده. فتح التابلو. ايه ده؟ ايه ده؟ ربيت ابو اسماعيل يا شمع بيفكر استيرو بجد ده؟ بيقول لك يلا انت تستاهل كل خير. انا جبت لي مش على دهب ده؟ ايوه دهب طبعا. هو الشكاره ده بيعمل الموضوع ده حقيقي؟ تستاهل كل خير يا فاطمه والله. ايوه تستاهل كل خير. مخفينا لا 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 انت قعدت تتقبح. شفت يا حبيبي؟ شفت الراجل ده بيعمل ايه اللي مش عاجبك؟ عشان كده ارطم انت عمرك ما لا هو قاعد يغلط فينا ما يستاهلش خير. لا لا خلاص احنا دلوقتي حبتنا ما تعرفش الراجل ده. عديت انت بالموضوع ده. الله اكبر الله اكبر. خمسة النهارده خمسة من شهر خمسة. انا جبريل رجعت ايه سامعه فوق. شفتي شفتي بتوع فسخستان قد ايه طيبين؟ انا هيفيدني ايه بقى لو انا خليته يساعدك؟ ما بالنص هتنصص معايا؟ احنا مصريين زي بعض. ترجم له ترجم له قول له قول له قول له حرام. ترجم ليه ده بيكلمني في الخدمة. بركة بهي عركة بريش الاسماء بس نقرك بريش ده قال لي بركة اعمل اني اني اعمل اني بيقول لك يا عم من عيني دي قبل العين دي. انت معاك مثلا حاجة بألف هتبقى بمليون حاجة بعشرين هتبقى بمتين. ده الموضوع سهل خالص. اه معاك كام دلوقتي انت؟ انا معايا 5000 حلوين قوي. يعملوا كام دول؟ نص مليون نص ارنب هو رزقه ممكن اكتر. شوس بالي اه تبار يا زيد كبت دار انت بتودع شمشيان. هظبط معاك والله والله بس الدنيا مع بعض. لو هتظبطني هظبط. ده انا هظبطك لما تقولي بس انت ظبط الدنيا. اه كبرت انت ست كبار شكله هيعدي من فوق. المهم انا هاخدها ايه نقدي ولا فوري ولا ايه؟ نقدي زي ما انا خدتها كده. افتكر افتكر ايه ده؟ امن امن بس هات بس ودي. كده انا هستلمهم منك. يلا يا عم ماشي ماشي اهدي ظبط الدنيا ماشي اوعى. ولو ان دول 5000 ان شاء الله. انت هتطلع يا ارطغرل فارس 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 فارس. يقول لك اخرس عشان مصلحه التيم. اخرس ده لسانه طويل. جوش اخد المطويل طويل بس بس اتفرج هطلع عين امه. جوش مدان اوس بلاستيك كومبو ايه بلاستيك او باسي. بس دلوقتي بشوفها في الفار. اصبر قولي دي لي شانتيت. شانتيت شانتيت ايه الشانتيت ده؟ بيقول لك ان الفلوس ما ينفعش تبقى جوه العربيه عشان عددها فحطها في شنطه العربيه. نص مليون جنيه شنطه العربيه دلوقتي؟ اكتر من نص مليون. دول الشانتيت حظك يا ابن الله حظك يا فقري. طب يلا دول الشانتيت شانتيت شانتيت. ده انت وشك حلو عليا بس عشان شانتيت نفسي اخد بوس. طب يلا يا حبيبي فلوس يلا شانتيت في النص اكيد يلا يا شانتيت يلعن ابو تقوم يلعب 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 شانتيت. سلموني على مصر. روحي روحي شانتيت. ده بي جريت والله ما افتح الباب مش عارف في الشانتيت. هناك شانتيت. استنى شورك ها ها ما تفتحلوش الباب ما تفتحلوش شانتيت. يا هايدا حاول ده يموتنا. يا هايدا يا عم تحت يا مصر يا عم تحت.
تحيا مصر اهو. بنهزر معاك بنهزر معاك. في الشنطه فلوسك ايه؟ فلوسك ايه؟ يا فلوس ايه؟ بنهزر معاك يا كاميرا خفيفه. بتهزر انت؟ تعالى ايوه يا كريزي وومن هي بنهزر معاك. كنت بتهزر يا عم؟ ايوه موافق يا مذيع. يقعد ومستنيني في رمضان ان شاء الله. مستنيكم.